السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو غندير لكم الجزء الثاني ديال المعلومات اللي غادي تحتاجوا نهار الامتحان الجوي والمرتبطه باللغومو اوتوبيوغرافيك لابوا طامير فيد واحمد صفريو. ديجا شفتوا في البارتي الاولى درت لكم الفيش دو ليكتور ودرت لكم اهم المعلومات اللي غادي يعاونوكم باش انكم تضمنوا النقاط في دوك البارتي الاولى ديال ليتود دو تيكست. في هذا لا فيديو غادي ندير لكم بريزونطاسيون دي بيرسوناج برينسيبو، وفي الاخر تاع لا فيديو غندير لكم بريزونطاسيون دي بيرسوناج سكوندير، يعني غنبداو بالشخصيات الرئيسيه هي الاولى ابري عاد ندوزو للشخصيات الثانويه. نبداو على بركة الله بأول شخصية مهمة عندنا واللي داير عليها هذا الفيلم كامل، اللي هي سيدي محمد. سيدي محمد قلنا هو لو ناراتور، هو لو بيرسوناج برينسيبال، وهو لو ايرو دو رومون، هو البطل ديال القصة ديالنا. فيس اونيك دو لالا زبيدة اي سيدي عبد السلام، الولد الوحيد عند لالا زبيدة الام ديالو، اي سيدي عبد السلام هو الاب ديالو. سيدي عبد السلام بعض المرات غتلقاو بأوه، بعض المرات غتلقاو بأه، لا ميم شوز، ماشي مشكلة في الكتبة ديالها، حيت هادو اسماء كيف كنطقوهم كيف كنكتبوهم عاديين. المهم أوه ولا أ ما غاديش تخلق لكم مشكل نهار الامتحان الجهوي. إيل آجي دو سيزون، عندو ست سنين. شكون هو هاد إيل؟ هذا هو سيدي محمد، هو لو ناغاتوغ، هو لو إيغو، هو لو بيرسوناج برينسيبال. إيل إيتيدي أومسيد، كيقرا في المسيد. إيل إيتيدي يعني كيقرا في المسيد، هاد المسيد هو ليكول كورانيك، يعني ملي كنقول المسيد راه كنقول ليكول كورانيك، هو الجامع. إلا اون سونتي فخاجيل، يعني سونتي ديال الصحة ديالو على قدو، يعني كما كنقولو أي حاجة كتأثر فيه بالزربة، كيمرض بالزربة، صحتو على قد الحال باختصار وصافي. هاد فيس اونيك سطرو عليها مزيان، حيت هو الولد الوحيد، داكشي اللي خلى لا سوليتود، الإحساس ديال لا سوليتود يتزاد عندو ويكبر معاه ويخلق ليه مشكل في الحياة ديالو. غندوزو للشخصية التانية اللي هي مهمة بزاف وسميتها لالا زبيدة. لالا زبيدة هي لا مير دو ناراتور، هي الام ديال الحاكي، لا مير دو سيدي محمد، لا مير دو بيرسوناج برينسيبال. اي لي بوز، الزوجه دو سيدي عبد السلام، وهي الزوجه ديال المعلم عبد السلام، وبيان سيدي عبد السلام، يعني لقيتو مكتوبه المعلم عبد السلام مرحبا، لقيتو سيدي عبد السلام مرحبا، راه نفس الشخص. اجي دو 22 زون، هاد لالا زبيدة عندها 22 عام، نسيت هنا واحد الاكسون. عقلوا على العمر ديال لالا زبيدة، حيت غنلقاو فرق كبير ما بينها وما بين الراجل اللي هو المعلم عبد السلام. لالا زبيدة عندها 22 عام وولدها عنده 6 سنين، ودابا غندوزو للبريزونطاسيون ديال المعلم عبد السلام. المعلم عبد السلام ولا سيدي عبد السلام هو لو بير دو سيدي محمد، هو الاب ديال سيدي محمد، ولا لو بير دو ناراتور، ولا لو بير دو بيرسوناج برينسيبال. اي لو ماري دو لالا زبيدة، هو الزوج راجل لالا زبيدة. إلي دوريجين مونطانيير، يعني الأصول ديالو من البادية. أجي دو كارونطون، عندو 40 عام. المعلم عبد السلام عقلو عندو 40 عام، ولالا زبيدة عندها 22 عام. بالنسبة للناس اللي تبعو معايا الشرح ديال القصة من أول شابيتر حتى لآخر شابيتر، غادي يلاحظوا أنني فيما كنت كنوصل العمر ديال شي شخصية كنبقى نشير ليها، حيت بزاف ديال الأساتذة ما كيعطيوكمش هاد لي زانفورماسيون. علاش؟ على حساب الباساج، تحتي في الباساج غتعرف لاج ديال ديك الشخصية، ما تحتيش فيها راه ما غاديش تعرفوا، صوف لو ناراتور اللي اصلا العمر ديالو معروف من اول شابيتر، من اول باراغراف. il exerce le métier de tisserand، هاد المعلم عبد السلام il يمارس مهنه الخياطه، كيدير هادشي ديال التواب. الشخصيه الرابعه والمهمه حتى هي هي لا بواطا ميرفي، علبه العجائب، وانا ما مسطراش عليها هنا حيت ما داوياش على لو تيتر. ديجا وريتكم الفرق ما بين لا بواطا ميرفي بي و ام ماجيسكول، ولا بواطا ميرفي بي و ام مينيسكول. سي لو سول امي دو سيدي محمد، هاد العلبه هادي هي الصديقه الوحيده ديال سيدي محمد، اي سون جوي بريفيري، لعبته المفضله، يعني هي الصديقه ديالو في نفس الوقت اللعبه ديالو العزيزه عليه. Cette boîte contient des objets ordinaires qui changent en objets magiques grâce à l'imagination du personnage. هاد العلبة هادي فيها واحد الأشياء اللي هي زعما غريبة في الشكل، يعني جامع كابوشون دو فيغ، زاجة ديال الترية، جامع مسمار،
جامع صديفه يعني ما مخلي ما جامع في ديك العلبه، وهذاك الشيء اللي فيها كيتحول او لوبجي ماجيك الاشياء اللي هي سحريه غراس ا بفضل ليماجيناسيون دو بيرسوناج بالفضل ديال الخيال ديالو، يعني داكشي اللي في ديك لابواطا ميرفي ديالو ملي كيحول ديك لابواطا ميرفي. وكنسطر دائما على النقطه انه الا كان مريض واخا يحل لابواطا ميرفي ليماجيناسيون ديالو ما كتبقاش خدامه، واخا كيحلها كيبقى كيعيش في لا سوليتود وفي لا تريستيس. اون فوا كيكون صحيح وبخير وعلى خير وناشط غادي يحل العلبه ديال العجائب ديالو، ليماجيناسيون ديالو كتخدم وكيمشي للعالم اللي فيه السحر وداكشي، وكيخرج من لا سوليتود وكيولي يحس بلا جوا ولا بونور. عقلو مريض سيدي محمد ما خداماش، عنده ليماجيناسيون صحيح ليماجيناسيون خدامه، اذا هو عايش في واحد السعاده. دابا غندوزو لدوطخ بيرسوناج اللي تا هما خصكم تكونوا عارفينهم حيت غتبقاو تصادفوا معاهم في بزاف ديال لي باساج في هاد الرومون. هادي شخصيه وهي تا هي مولات الدار، ما يمكنش لينا ما نهضروش عليها. حنا عارفين ان سيدي محمد ساكن في واحد الدار اللي سميتها دار الشوافه. هاد الشوافه هادي وبها لالا كنزه، يعني الشوافه سميتها لالا كنزه. سي اون فويون شوافه عرافه، سي لا برينسيبال لوكاتير دو دار الشوافه، يعني هي مولات الدار وداكشي. غندوزو دابا الرحمه. سي لا فام دو دريس العواد، هاد الرحمه هادي هي مرت دريس العواد، اي لا مير دو زينب ومامات زينب. دريس العواد سي تان فابريكون دو شاروكي، صوب هادشي ديال المحاريد. الي لي بو دو رحمه، هو الزوج ديال رحمه. اي لو بير دو زينب وبابات زينب. الى 40 طون، عنده 40 عام بحالو بحال المعلم عبد السلام. زينب لا في دو دريس العواد اي رحمه، يعني زينب هي بنت رحمه وبنت دريس العواد. ال اجي دو 7 طون، هي عندها 7 سنين وسيدي محمد عنده 6 سنين، يعني فارقين فايت سيدي محمد بعام. عقلوا عليها بالطريقه هذه، عقلوا على زينب فايت سيدي محمد بعام باش بقاو عاقلين على. وبابا زينب عنده نفس العمر ديال بابا سيدي محمد. هاد رحمه وراجل هادريس العواد وبنتهم زينب ساكنين في البرومي ايطاج ديال دار الشوافه. الشوافه ساكنه في السفلي في الريتشوسي، والبرومي ايطاج ساكنه فيه رحمه ودريس العواد راجلها وزينب بنتهم. الشخصية الموالية هي فاطمة بزيوية. elle partage avec la famille du narrateur le deuxième étage. هاد فاطمة بزيوية كتقاسم مع العائلة ديال سيدي محمد، مع العائلة ديال الحاكي، مع العائلة ديال البطل الطابق الثاني. son mari علال اي جارديني، راجل سميتو علال، المهنة ديالو جارديني. او بيان son mari علال لو جارديني، يعني غير سمعوا علال عرفوه لو جارديني، يعني كيقولوا ليه المهنه ديالو. وهاد فاطمه بزيوي ما عندها لا ولاد لا والو، ساكنه في الدوزيام ايطاج قاسمينو يتشاده لالا زبيده مع سيدي محمد والمعلم عبد السلام، والبيت الاخر شاده فاطمه بزيويه مع راجلها اللي هو علال لو جارديني. لالا عيشه اونسيان فوازين اي امي دو لالا زبيده، هاد لالا عيشه كتقاسم معها لالا زبيده الحلوه والمره، هي صديقه قديمه وجاره ديال لالا زبيده. لالا عيشه بزاف فيكم غالطين، لالا عيشه ما ساكناش مع لالا زبيده في دار الشوافه. لالا عيشه ساكنه في واحد الزنقه اللي كيقولوا ليها الحجامه باش ما تبقاوش نتوما دايخين. عقلوا لالا عيشه ساكنه في الغيو ديال الحجامه. سي لا فام دو مولاي العربي، هاد لالا عيشه مجوجه بمولاي العربي، ولا مولاي العربي العلوي غادي تلقاوها في دي باساج. دريس لو تانيو الي لا برونتي دو سيدي عبد السلام، هو المتعلم ديال المعلم عبد السلام. اي اي في دي كوميسيون دو لا فامي، وكيدير سخرات للعائله. يعني هاد دريس لو تانيو، هاد لو تانيو على السما والي حيت عندو شتونيا في راسو ولا ما نعرف، بقاو كيقولوا لي دريس لو تانيو. هاد دريس لو تانيو خدام عند المعلم عبد السلام في لاتولي ديالو، وفي نفس الوقت كيتسخر لالا العائله بصفه عامه، يعني كيتسخر لالا زبيده كيدي لها التقضيه وبزاف ديال الحوايج. ملي كيسالي مع لالا زبيده كاع داكشي اللي خاصه كيرجع يعاون المعلم ديالو اللي هو سيدي عبد السلام في لاتولي. مولاي العربي هو لو ماري دو لالا عيشه، هو راجل لالا عيشه. بابوشي المهنه ديالو بابوشي، كيدير داكشي ديال البلاغي. عبد الله لي بيسي دو كارتي، عبد الله عقلو عليه هو لي بيسي ديال الدرب.
سيدي العرافي لو فويون افوغل. سيدي العرافي هو اللي كانوا نصحوا لالا عائشة تمشي ليه هي ولالا زويدة، ومشاو عندو. هاد الشواف هذا ما كيشوفش، هو عمى، ويعني ومشاو عندو قال لهم داكشي اللي بغاو، وقال لهم بالله سيدي محمد خاصك تبقاي تدوري على الاولياء والصالحين باش يتشافى، حيت كان مرض من بعد ما مشى الاب ديالو يخدم وزونفيرون دو فاس. زهور، هاد زهور هادي هي لا فوازين دو لالا عائشة، هي الجارة ديال لالا عائشة. سلامة ماريوس بروفيسيونيل، هاد سلامة هادي هي اللي عاونات مولاي العربي باش يتزوج على لالا عائشة، ودبرات لي على المرأة الثانية. المرأة الثانية ديال مولاي العربي سميتها لا في دو كوافور، شنو سميتها بالضبط الله أعلم. حنا في القصة، حنا في القصة كيقولوا لينا لا في دو كوافور، صافي هنا ونانيت ما عندناش فين نزيدو السميات. المهم عقلوا معايا، سلامة قلنا ماريوز بروفيسيونيل يعني كتزوج الناس، تلاقى معاها مولاي العربي وقال لها انا راه باغي ما مرتاحش وباغي الواريت وباغي ليه سميتي وداك الشيء، وقال لها زعما ترجع عنده، عطاها الفلوس المره الاولى وقال لها رجعي عندي زعما دوزي عندي لاتولي باش تقول لي مثلا ها الفلانه اللي بغيتي تزوج بها وداك الشيء. وفعلا لقات لي هاد لا في دي كوافور وتزوج بها، وهاد لا في دي كوافور خرج فيها العجب المعجب، خرجاتها من مولاي العربي ومبقاش مرتاح معاه، ولا كينعس في لاتولي. من بعد ما بقى صبر هو يطلقها ورجع للزوجه ديالو اللي هي لالا عائشه. لالا في الطوماط هي خصكم تعقلوا عليها، هي لا كيسيير دو بامور، هي اللي كتخلص في داك الحمام. نتمنى ان هادشي هذا يكون فيه. ركزوا على الشخصيات الرئيسيه، البريزونطاسيون ديالهم خصكم تكونوا طياره فيها، ولي زوتر بيرسوناج راه غادي غير تاخذوا عليهم فكره باش لا تصادفتوا معهم وتبقاو تقولوا هاد زهور شكون هي السلامه. يعني بزاف ديال الحوايج سورتو الناس اللي ما قارياش الغومو كامله ما يمكنش ليها تعرف بزاف ديال الشخصيات. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بجيم وتكليكيو عليها دابا قبل ما تخرجوا من لا فيديو باش انكم تشجعوني نلوح لكم لو شيما نيجاتيف في اقرب وقت. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، وما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين.